من هون كيف تدير 150 ألف؟ لقارين ما تنبعش لقارين. ونحن ندق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالإصابة بالسكري بولاية غليزان، أنها فاقت 23 ألف مصاب بالسكري على مستوى ولاية غليزان، أكثر من 25% غير مؤمنين اجتماعيا. وعندما أقول غير مؤمنين اجتماعيا، معنى هذا أنهم عرضة لكل مضاعفات داء السكري، وهي قرحة القدم السكرية. هذه قرحة القدم السكرية اللي راهي دايره يعني اعداد كبيره وكبيره جدا في اوساط المصابين بالسكري، مما تؤدي بهم الى بتر الاطراف السفلى. هذا اللي احنا ما راناش باغينه، والمضاعفات الاخرى ان شاء الله رانا في صراع معها ورانا نكافحوا فيها حتى يعيش مريض السكري في الطمانينه. الوعد نتاع السيد معالي وزير الصناعه الصيدلانيه ان الانسولين ان شاء الله تكون في شهر مارس متواجده ومتواجده بكثره من صنع جزائري محض، سواء بالمستشفيات او في الصيدليات، حتى تكون بين يدي المصابين بالسكري. بالنسبه للامراض السكري فيما يخص ليبوندلات اللي يستعملوهم، دخلت للصيدليه الحمد لله انا مانيش مصابه، لكن بغيت نقدم البلاغ للسلطات المختصه من وزاره الصيدله في الجزائر انه هذا الدواء، قال مدير الجمعيه انه ان شاء الله غادي يكون متوفر في شهر مارس، وغادي تكون لي بوندلات متوفره. انا شفتها في الصيدليات تدير 150 الف. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لونسيرونس ولا ما عندهمش كما نقولوا كارت شيفا، الطبيب ما غاديش يقدم لهم 3 بوندلات 4 بوندلات، سي بور سا غادي من تكمل لهم هذيك لي بوندلات الحاجه اللي يديروها يروحوا يشرو عبوه جديده ب 150 الف. هنا نقدم نداء بانها غادي تتوفر كصناعه جزائريه في مصنع صيدل في الجزائر، ندعو السلطات انهم يديروا كي نقولوا يديروا مبلغ معتبر، يعني يراعي المصاريف الماليه بالنسبه لهذه الفئه، لانهم راهم يصرفوا عليها بزاف وراهم يعانوا بزاف. ان شاء الله نكون مع طريق قناه اخبار الجزائر النداء تاعي يوصل للسلطات، وهذا هو الشيء اللي شرفني اني نفوت هنايا ونقدم نداء بالنسبه لهذه الفئه، خصوصا المعوزين منهم، ورانا مقبلين على شهر الناس تصرف فيه بزاف. ان شاء الله نكون قدمت هذا النداء ويكون ان شاء الله وصل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. 12 شهر كيشوفوا واحد محتاج، واحد بحاجه المساء، عوائل محتاجه، عندنا دعم تاع الجمعيه ونروحوا لهم. اللي ما عندوش لاسيرونس وما عندوش مثلا